دنيا سمير غانم بتخلع ثوب الحزن. النهاردة هنتكلم عن الفنانة دنيا سمير غانم. طبعا الفترة اللي فاتت دي كانت الفنانة دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم عايشين في حالة حزن بعد ما رحلوا عنهم والديهم الله يرحمهم ويغفر لهم. ولكن الفنانة دنيا اتغلبت على الحزن ده وقلعت ظهرت بصورة ليها بلبس غير اللبس الأسود، فالجمهور علق على هذا اللبس، وطبعا رد الفعل كان فيه اللي متجاوب معاها وكان فيه اللي اعترض على ده. لكن أنا عايزة أقول كلمة إن الحزن مش باللبس خالص. الفنانة دنيا سمير غانم كمان كان الفنان محمد محمود عبد العزيز صور لحظة خطوبته، كان نزل على الانستجرام بيحتفل بخطوبته مع خطيبته اللي هو طلب ايديها يعني، ونزل فيديو عن الانستجرام وهو بيطلب ايديها امام الاصدقاء وقدم لها خاتم الخطوبة امام الجميع. فعلقت الفنانة دنيا وقالت ربنا يسعدكوا يا رب، زيزو اخويا ربنا يفرح قلبك يا رب. وعلق الفنان المذيع رامي رضوان، علق جوز دنيا سمير غانم علق برضو على الموضوع دوت وقال ربنا يسعدكم حبايبي كل سنة وانت طيب يا زيزو، وطبعا ايه ربنا يكرمهم ويوفقهم ويخرجهم من الحزن اللي هم فيه. وبلاش التعليقات يا جماعة السلبية اللي احنا بنقولها لهم، هم كفاية اللي هم فيه، والحمد لله ان دنيا خرجت من الازمة دي على خير، عقبال ام يا رب. وربنا معاهم. في أخبار جديدة كمان عن الثروة بتاعة دنيا وإيمي سمير غانم، هنعمل فيديو عليها وهنتكلم عليها كتير وهنقول الثروة دي بتعد بقد إيه، هي الثروة بتاعتهم اللي سابها لهم باباهم ومامتهم ثروة ما بتتقدرش بمال، ثروة كبيرة جدا. هنتكلم عليها في فيديو جاي أو في فيديوهات جاي، هنعمل لها حلقات. عايزة بقى لايكات كتير، وما تنسونوش في الاشتراك ولايكات كتير بقى عشان يوصلكوا كل جديد وتفعيل الجرس.